الحقيقه مكاسب زي ما قلنا مكاسب الجمله السنه دي لنادي الزمالك مع المكسب، ولكن يعني الامور بالنسبه السنه دي كانت ماشيه بشكل رائع جدا، ومكملين معاكم احتفالات مع لاعبي نادي الزمالك، مجموعه من اللاعبين سيف الجزيري، رؤى، محمد طارق، نشوف قلوه. الحمد لله فاضل من عند ربي، لازمنا نكمل ونخدمه. خذينا الكاس الفتره اللي فاتت، وبعد مشوار طويل خذينا الدوري، الحمد لله يا ربي فاضل من عند ربي، ان شاء الله نكملوا نخدموا، مازال قدامنا شغل كثير. كلمه السر السنه دي كانت ايه يا سيف؟ هل الروح، هل الجمهور، هل المدير مدرب كبير زي فريره؟ والله العوامل الكل لما تكون مع بعض تمشي في ثنيه صحيحه، يعني الجمهور نشوفوه في كامل الماتشات يساند فينا، المدرب على مستوى عالي، واللعيبه طبقت شغل المدرب. الحمد لله يا ربي ان شاء الله من حسن الى احسن. شايف الروح الحلوه اللي موجوده معاكم، معاكم مجموعه كبيره من الناشئين، قدرتوا تلموهم ازاي وتحتوهم ازاي؟ اكيد ما عادش ناشئين لما يلعب في الاكابر، خلاص يعني ما عادش ناشئ. لعيبه كبار، لعيبه تحملوا مسؤوليه في وقت صعيب، نحب نحييهم ونشكرهم. اللي مش سهل تلعب في نادي الزمالك بالضغط بالجمهور ويقدموا المستوى اللي قدموه. ان شاء الله يشتغلوا على انفسهم ويكملوا يزيدوا ويوصلوا ان شاء الله. ياسين بقى الاخر، زملكاوي ولا بيشجع فرقه في تونس؟ شجع فرقه في تونس. حبيبي يا غالي، ويشجع الزمالك برضه مع ابوه. حبيبي يا غالي، ربي يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقول لكل جمهور مبروك، بقول لكل مشجع زملكاوي مبروك، من اول مجلس الاداره، جهاز فني، لعيبه، كل واحد داخل منظومه اللي احنا يعني تعبنا الفتره اللي فاتت كلها علشان نقدر نفرح جمهورنا ونقدر احنا كمان نطلع من الموسم بانجاز محترم. فالحمد لله بقول لهم مبروك، وان شاء الله تبقى دي البدايه. شايف الاداء نادي الزمالك الموسم ده مع نقص العدد الكبير اللي كان موجود فيه والاصابات الكتير قوي، كان اللغز ايه وعلامه السر ايه في النجاح ده كله؟ والله انا لسه زي ما انا قلت، يعني المنظومه كلها كانوا على قلب راجل واحد، من اول مجلس الاداره لحد اصغر لعيب واصغر حد موجود داخل المنظومه، كلنا كنا كل همنا ان احنا لازم ناخد بطوله الدوري السنه دي للعام الثاني على التوالي. حققنا بطوله الكاس بتاعه الموسم اللي فات، عندنا ان شاء الله بطوله كاس الموسم اللي جاي الجديد اللي احنا فيه دوت، فان شاء الله باذن الله نقدر نحقق كل البطولات اللي جايه. ومبروك، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تبقى فتره خير علينا ان شاء الله. شكرا شكرا. الحمد لله، طبعا تعبنا قوي السنه دي، فده اقل حاجه نقدر نقدمها لجمهور نادي الزمالك، وان شاء الله القادم كله افضل باذن الله. طيب الروح الحلوه اللي موجوده بينكم دي هي سر التفوق ده؟ اكيد طبعا، احنا كلنا فرقه واحده ولمينا بعض قوي في فتره كنا ماشيين في الاول مش مظبطين شويه، بعد كده لمينا بعض. طبعا في كباتن كبار في الفرقه، طبعا كابتن شيكابالا وكابتن عبد الشافي وكابتن حازم امام وكابتن ايمن حفني واوباما، كابتن اوباما، فمش عايز انسى حد يعني، هم بصراحه لموا الفرقه والحمد لله يعني قدرنا نجيب بطوله الكاس وبطوله الدوري، وان شاء الله نكسب بطولات مزيد من البطولات ان شاء الله. بطوله الدوري مين؟ اديها لجمهور نادي الزمالك اللي تعب معانا جدا وكان ورانا وكان في كل ماتش، انا حتى كنا ماشيين في الاول مش مظبوط كان برده ورانا. طبعا هو اكتر جمهور يستحق بطوله الدوري ديت، وطبعا اهديها الاهلي طبعا.